رح نروح لنحكي دائما بمحور حلقاتنا عن القضية الفلسطينية اللي بتستحوذ كل إنسان وجدان كل إنسان عربي، وأكيد المثقف السوري ما انتشلته صعوبات الحياة من جذوره العربية، وكل شخص من منبره قادر على إيصال الرسالة ليعبر عن حبه لأهلنا بفلسطين ودعمه للقضية الفلسطينية. وأكيد لاتحاد كتاب العرب دور كبير دائما بالحملات التضامنية والوقفات المستمرة مع أهلنا بفلسطين ضد أشرس الاعتداءات اللي عم يتعرض لها اليوم من قبل الاحتلال الصهيوني. هيدا أكيد يا ليلى، يعني كان في حضور كتير كبير للكتاب والأدباء والشعراء بدعم القضية الفلسطينية من خلال قلمهم وفكرهم وثقافتهم أيضا بإيصال هي الرسالة الإنسانية لدعم القضية الفلسطينية. طبعا الوقفات التضامنية ما زالت مستمرة، إن كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع أو حتى مقاطعة منتجات التابعة للكيان الصهيوني. اليوم ضمن صباحنا رح نركز على دور اتحاد الكتاب العرب وأيضا دور المثقف السوري بدعم القضية الفلسطينية. رح نحكي تفاصيل أكثر مع ضيفنا اللي صار ضمن الاستوديو، الأستاذ الأرقم الزعبي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب. يسعد صباحك أستاذ. يسعد صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. طبعا الاتحاد كتاب العرب دور سابق بدعم القضية الفلسطينية بالوقفات التضامنية وأيضا الندوات التعريفية، خلينا نحكي اليوم عن هذا الدور. بداية دعيني أن أقول أن الكلمة فعل وطاقة، والكلمة تكون بمكانها أكثر عندما تكون الحاجة لها أكثر. الآن أشد الأوقات حاجة للكلمة ووقوف الشاعر والروائي والباحث أمام المشهد التضحيات والبطولات التي يسطرها أهلنا بفلسطين وفي غزة تحديدا وفي كل جبهات المقاومة. فالكاتب بشكل عام ولا سيما الكاتب السوري يعني معني بالحفاظ على الذاكرة، بالحفاظ على الروح المعنوية، بالحفاظ على استنطاق أكبر حالة جماهيرية أكثر بالتعاطف والتماسك تجاه هذه القضية. فاتحاد الكتاب يعني من بداية الأزمة حتى قبل يعني معركة طوفان الأقصى له مواقف بخصوص عملية المقاومة تعاظمت وتسارعت أكثر اعتبارا من الشهر الماضي بانطلاق هذه المعركة. يمكن الإشارة على عدد من الفعاليات النوعية وكانت تستهدف الطلبة بشكل خاص، فتم إقامة ندوة حول معركة طوفان الأقصى وحتمية النصر في كلية التربية بجامعة بدرعة، كلية التربية، وهي يعني ندوة استقطبت عدد كبير من الطلاب ويعني وجرت في داخل الجامعة واشترك فيها كبار مسؤولين محافظة درعا حضورا ومشاركة. وأيضا تم إقامة ندوة نوعية أيضا في جامعة حماة في كلية الآداب. أيضا تحدثنا فيها عن المصطلح وحرب المصطلحات، كيف عملية تحويل المجني عليه إلى جاني من خلال وصف المقاومة بأنها حركة إرهابية يجب معالجتها، وفي حين أن الكيان الصهيوني الذي يعني حرق الأخضر واليابس وقتل الأطفال والنساء وشرد الشعب هو أصبح يعني من يستحق الشفقة في نظر الغرب للأسف. ولكن يعني الأمور تجري ليس كما يريد هذا الكيان. أيضا يعني تم عقد ندوة في دمشق، أيضا ندوة في دمشق، ويوم السبت الماضي جرى إطلاق حملة تضامنية من قبل اتحاد كتاب العرب مع غزة، وابتدأت في الساعة 12 بتوقيت القدس يوم السبت، وهي مستمرة في أغلب المحافظات السورية. أيضا تم إنتاج فيلم من يعني أعدوا عدد من الكتاب وبالتعاون مع بعض الفنيين حول توثيق الذاكرة البصرية والفكرية لموضوع
حرب غزة، وممكن أنه نحن نقدم الفيلم لحضراتكم إذا لقيتم المناسب بس هو نشره إن شاء الله. أستاذ، يعني من بداية الوقفات التضامنية واستمرارها لحد هي اللحظة، فينا نقول كلام كثير من الناس أنه هي الوقفات شو رح تساعد الشعب الفلسطيني اليوم، شو رح تغير، حتى صار في كلام على المساعدات بشكل عام. طيب خلينا نحكي اليوم هي الوقفات وهذا الصوت قدي اليوم فعلا قادر يغير بالرأي العام. طيب إذا يعني الحق معهم الناس تسأل، ولكن خلينا نسأل عن البديل. تمام. يعني نحن كل تفضلت الزميلة إنه كل يعني إنسان معني يقوم بالجزئية الخاصة فيه بما يستطيع ضمن هذه الجزئية. في مقاتل على الجبهة يقوم بواجبه، في ناس تؤمن دعم غذائي يقوم بواجبها. نحن بالنسبة لنا دورنا بالكلمة، وهذه الكلمة يعني مؤثرة في النتيجة. البديل الآخر أنه عندما تقع الأمة بحالة أنه الكتاب يأخذوا إجازة ويقعدوا ببيتهم، مو معقول هذا الكلام، عرفت كيف؟ لا بالعكس، نحن ضروري أنه نكون موجودين. يعني بدي أشير لقضية جد مهمة صارت، أنه تم اتحاد الكتاب العرب ممثلا بالسيد رئيس الاتحاد دكتور محمد الحوراني النائب العام للاتحاد الأدباء والكتاب العرب للأمانة العامة لكل الروابط والنقابات التي ينتم إليها الكتاب في العالم العربي. تم إصدار بيان مترجم أيضا إلى 7 لغات عالمية وتم توزيعه، وحتى الوقفة التضامنية اللي اختيرت بيوم السبت الساعة 12 السبت الماضي الساعة 12 بتوقيت القدس جرت في كل العواصم الدول اللي توقعت على هذا البيان، أيضا في دول أمريكا اللاتينية وفي بعض الدول الأسيوية أيضا والصديقة، جرى كمان من الدول التي لها تعاون مع اتحاد الكتاب جرى إقامة هذه الندوة. الخلاصة اللي بدي أقوله إنه نحن لا يمكن أن يعني نقول إنه يعني تغييب الكلمة أمر مشكلة، يعني مشكلة الكلمة ضمن إلى طاقة إلى فعل، وإلا نحن بنسكر الإعلام بنسكر التلفزيون بنسكر الصحافة، إنه ما يعني ما كلام خفيف شوي أنا بعتقد مع احترامي اللي بيتلقوه. طبعا لا يرتقي للدم ولكنه داعم لاستمرار المقاومة. نعم صحيح. خلينا نحكي اليوم عن حضور القضية الفلسطينية في الآثار وأيضا في الوجدانيات الأدبية. طبعا يعني نحن وقت بنحكي عن القضية الفلسطينية في رواد لحملة القضية الفلسطينية، يعني في مثلا الكاتب حسن حميد كتب رواية كل تفاصيلها بمدينة القدس وكأنه يعيش فيها، يعني حتى يعني البعض يعني تفاجأ أنه هذه التفاصيل وهذه الأحداث التي كتبت بهذا المكان يعني وكأنه شخص عاش فيها، يعني استطاع أن يتقمص المكان من خلال القراءات والدراسات. قصائد محمود درويش التي حملت ما حملت من يعني مواقف كبيرة، أيضا غسان كنفاني، ولم يقتصر الأمر على موضوع الأدب، يعني سميح القاسم، شخصيات كبيرة جدا كتبت عن القضية الفلسطينية سواء سورية أو فلسطينية. أيضا لا ننسى دور الفن، يعني الرسم والنحت، يعني عدد كبير من الفنانين مثلا ناجل علي رسام واشتغل يعني بالفنون والموسيقى ايضا، لانه كلها من عائله واحده، يعني عمليه الادب والشعر والفن والرسم والنحت والفلكلور ايضا والحفاظ. ابحاث جرت لتوثيق الفلكلور المادي واللامادي الفلسطيني، اللباس، العادات، التقاليد، هذا كله يعني يصب في خانة الحفاظ على الهوية الفلسطينية، أيضا من العادات والتقاليد. هذه كلها أشياء يعني تهتم فيها بعالم البحث والدراسات، ويبقى الأدب هو يعني نقطة جاذبة أكثر للمتلقي بموضوع الحفاظ.
الحفاظ على الهوية الفلسطينية وبقاء الذاكرة الفلسطينية لدى النشأة والأجيال القادمة. يعني عم تحكي عن أسماء كبيرة جدا مهمة بالأدب والشعر اليوم أستاذ، خلينا نحكي طيب عن جيل الشباب، عن الجيل الجديد اللي عم يكتب، اللي عنده شعر عنده أدب، خلينا نوضح، هل هن عم بيوازوا برأيك شعراء بالماضي عم بيقدروا يدافعوا اليوم على القضية الفلسطينية؟ تمام. ويرسخوا هي الذاكرة؟ نعم. هذا الموضوع كان مهم جدا، انه لا يكفي انه نبقى نتحدث عن مخزون يعني كتب وانتهى. اتحاد الكتاب اقام يعني عدد من المسابقات بموضوع الادب المقاوم، والمفاجأة الاعداد الكبيرة التي يعني اشتركت بهذه المسابقات. يعني مثلا مسابقة قمناها حول موضوع الأدب وحر تشرين، جرى تكريم الفائزين بهذه المسابقة في القنيطرة قبل في الشهر الماضي بشهر تشرين، فعدد المشاركين أكثر من 80 شاب وشاب اشتركوا بهذه المسابقة، ويعني حتى يعني لمن يعني لم يفوز بهذه المسابقة يقوم اتحاد الكتاب بإعداد كتيب خاص بالمشاركين لطباعة أعمالهم، بشكل أنه نعطيهم حقهم بموضوع النشر والمعدة. في لدينا أيضا صفحة خاصة للشباب بصحيفة الأسبوع الأدبي، وهي صحيفة تعنى بالأدب والفن، أسبوعية صفحة خاصة للشباب تستقبل كل الأعمال الأدبية اللي بيقدموها الشباب. تمام. قديش اليوم مهم دور الشباب في دعم القضية الفلسطينية، الجيل الجديد خلينا نقوله، قديش مهم هذا التوثيق اللي عم بيصير للأجيال القادمة؟ أولا دعيني أقول أنه يعني الكيان الإسرائيلي الآن يعني ضرب ضربة غير إنسانية في غزة. هذا المشهد الدرامي الموجود أمام يعني الجارح والصارخ الموجود أمام الأطفال وموجود أمام اليافعين والشباب لن يمحى من الذاكرة. هو بذاته يؤسس لجيل مقاوم وجيل يبحث عن انتقام لما جرى داخل غزة، داخل فلسطين وداخل غزة. أما المشهد الآن، المشهد البصري الذي جرى، بات يؤثر في العالم كله مو فقط بالشباب. يعني الآن الرأي العام في الغرب بدأ يتغير، لأن كان الكيان الصهيوني مراهن على أنه يحسم المعركة بأيام، تبين لا، صعب يعني أو متعذر يعني حسمها بأيام. كان بالبداية يعني الآن قبل دقائق كان الأخبار عم بتقول أنه في هدنة، كان أول بداية المعركة أنه لن يقوم بأي هدنة أو عملية تبادل الأسرى إلا حتى يقضي على حماس كاملة، وبالتالي يعني يحصل على الأسرى نصرا وهزيمة لحماس. كانت حماس كمان أيضا رافعة شعار أنها لن تفاوض على الأسرى في ظل استمرار إطلاق النار. الآن يعني في عملية إيقاف لإطلاق النار وتفاوض على موضوع الأسرى بشكل أنه يتم إطلاق الأسرى من الطرفين وليس من طرف واحد، لسه لم تبين نتائجها. بس الخلاصة أنه تم كسر أنه الكيان الصهيوني لديه شروط، كان شروط عن جهية أنه لن يتوقف عن هذه المعركة أبدا. الآن اضطر أنه يتوقف بسبب تأثير الرأي العام. الشباب لدينا أيضا يعني هم من كمان أيضا من يتعامل مع السوشيال ميديا والمواقع التواصل والصورة وما شابه ذلك، سواء كانت تعبئة عن طريق الأدب أو يعني الصورة اللي هي كما يقال يعني تعبر عن ألف كلمة. يعني أنت يعني أحيانا تكتبي رواية طويلة عريضة تصف في منظر أمامك، ممكن الصورة الواحدة يعني تعطيك إياه بشكل دقيق ومباشر. فما بالك هذا السيل من الأفلام والنقل الأخبار والصور، هذا حتما له تأثيره وله أثره. فالإعلام الآن أنه هو مسؤول عن الوجبة السريعة، تقديم الوجبة السريعة، الأدب يأتي يعني غالبا ما يأتي الدراسات والبحوث أو القصيدة لا تأتي مواكبة بشكل مباشر للحدث، هي
ثمرة أو أثر لانتهاء الحدث أو قرب انتهائه وما شابه ذلك. أكيد ونحن نركز كمان على دور الشباب. وبداية حديثنا مع حضرتك أستاذ ذكرت أنه في طلبة كثير اليوم بمحافظاتنا السورية طلعوا وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني. خلينا نحكي عن الطلبة اللي خارج البلد اليوم اللي عم يحملوا القضية الفلسطينية بقلوبهم بضميرهم بوجدانهم. خلينا نحكي عن دورهم اليوم ولهفتهم بدعم القضية الفلسطينية. دور الشباب داخل وخارج سوريا والشباب العربي بشكل عام أو كل الشباب اللي مؤيد للقضية الفلسطينية. يعني في اتحاد كتاب العرب تم تشكيل يعني فريق الثقافي الشبابي السوري. هذا أطلق قبل عامين من الآن في مكتبة الأسد في حفل كبير جرى داخل هذا الحفل توزيع ديوان شعر الشباب. يعني ديوان تم مشاركة فيه عدد كبير من الشباب والآن يجري العمل على إصدار مجموعة قصصية يشارك فيها عدد من الشباب. هذا الفريق له تواصل أيضا مع الشباب من الضفة الغربية وقطاع غزة مهتمين أيضا بالقضية الفلسطينية وهو هذا أيضا زار عدد منهم الاتحاد وتم التواصل عبر الشبكة مع عدد منهم بسبيل يعني حتى نقل الصورة من أرض الواقع ونقل الخبر من أرض الواقع ونقل الحدث من أرض الواقع. يعني الفيلم اللي تم إنتاجه من قبل الاتحاد هو ثمرة تواصل ورؤية من الداخل ومن الخارج. الشباب في العالم كله معني بهذه القضية. لا يمكن لأي شخص أو شاب كبير أو صغير يحمل يعني جينات إنسانية مو فقط أن يقف يعني صامت. وقت عندي عم بشوف المظاهرات وعلم فلسطين اللي موجود امام البيت الابيض او امام بباريس وفي لندن وفي كذا الحامل الاساسي لهذه الاعمال والوقفات والمحرك ايضا للراي العام هم الشباب. هذول اكيد موجودين بمجتمعهم ولهم علاقات داخل المجتمع تبعهم. فعندما بيكون في حوارات ووقفات وكذا هذا بحد ذاته يعني ترويج لهذه المظلومية وتغيير بالمزاج العام الذي قد يؤدي إلى يعني ما بدي أقول تغيير تام بسياسات الحكومات تبعهم إنما قد يفرمل هذا الغلو الكبير اللي جرى في بداية مثلا معركة طوفان الأقصى. كان مواقف جدا للرئيس الفرنسي والرئيس الأمريكي والمسؤولين الألمان لدرجة صار ربط الجنسية بالتوقيع على الاعتراف بالكيان الصهيوني. يعني في أثر هذا الموضوع الآن عم نشوف أنه المواقف لم تعد كما كانت في بداية هذا. هذا كله الجميع مشارك فيه وأكيد يعني الشباب هن يعني الحمل الأوائل لهذا المشعل. صحيح. كمان اليوم مثل ما ذكرت من شوي حضرتك أنه السوشيال ميديا ما بقى في شيء مخبى. الكل عم بيشوف كل شيء عم بيصير بالدنيا. يعني ما بقى في شيء مخبى لا على الطفل ولا على الصغير. نعم. ولا على الكبير. خلينا نحكي شوي عن صمود أهلنا بفلسطين ضد أشرس الاعتداءات. يعني اليوم اللي عم يتعرضوا له بعد هي المدة الطويلة وبمقومات حياة فينا نقول شبه معدومة. نعم نعم. يعني أنا ممكن أنه نستخلص خلاصات من هذه القضية. أول واحدة إلى الآن هذا الكيان لم يختبر من الداخل. يعني مقدار تمسك الشعب الصهيوني بالأرض عندما يهاجم في قعر سكنه وفي قعر هذا. الآن أغلب المستوطنات اللي موجودة بحزام غزة تم إخلاءها. أيضا المستوطنات الموجودة بجنوب لبنان تم إخلاءها أيضا. هذا بدل أنه يعني هو صحيح هو إجراء أمان ولكن لا يتحمل هجوم داخل المكان السكن وفي الشوارع وفي الأزقة وما شابه. خير مثال على تمسك الفلسطيني بأرضه أنه الآن يخوض معارك مع هذا الكيان داخل الأزقة والشوارع وفي البيوت وفي أماكن مأهولة.
الآن إذا أنا بدي أفكر أنه أنا يعني هيك بفكر أيام بس بدي نام مساء أنه كيف عم يأكلوا هدول، كيف عم يشربوا، كيف عم يستمروا، هذا بحد ذاته نوع من يعني نوع من الصمود الكبير اللي يعني يستحق الدراسة، يستحق المتابعة، كيف هدول، كيف الإجراءات تبعهم، كيف بيتعالجوا، كيف كذا. الآن المرأة الفلسطينية اللي عم تشوف ابنها بين إيديها الرضيع بدها حليب، بدها دواء، بدها كذا، يعني الحقيقة شعب عم يغالب نفسه وعم يخترع كل يوم طريقة لأنه يستمر على قيد الحياة. صحيح أستاذ الأرقام زعبي، خلينا نحكي اليوم شو الصعوبات أو التحديات اللي عم تواجهكم اليوم ضمن اتحاد الكتاب العرب؟ طبعا يعني الصعوبات عديدة، تبدأ بموضوع أي عمل بدك تقوم فيه بحاجة لتمويل، بدك تطبع كتاب في ظل ارتفاع أسعار الوراق ومستلزمات الطباعة وما شابه ذلك. وأيضا لدينا نحن يعني لدينا تقديم خدمات اجتماعية لأعضاء الاتحاد، في ضمان صحي يدفع سنويا، في تعويض وفاة، في مكافآت لكتابة المقالات، وفي صحف الاتحاد يعني لدينا عدد من الدوريات في اتحاد كتاب العرب، مجلة الموقف الأدبي شهرية، مجلة الفكر السياسي ربع سنوية، ومجلة التراث، ومجلة الآداب العالمية، والأسبوع الأدبي. كل من يكتب فيها يعطى مكافأة وإن كانت بسيطة ولكنها تشكل مع الوقت يعني رقم. نحن نتمنى أنه تزداد إيرادات الاتحاد بشكل أنه يعني نعطي حق من يكتب مقالة أو يطبع كتاب في الاتحاد حق أفضل من الموضوع. فالموضوع المالي أمر كثير مهم به الموضوع هذا. كلمة أخيرة هيك بتحب تتوجه فيها أستاذ؟ يعني دوما أردد أن للكلمة فعل، للكلمة طاقة، وهي قد تكون تفوق طاقة المقاتل أحيانا لأنها تستنطق أكثر وأكثر. نتشكر حضورك معنا الأستاذ الأرقم الزعبي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب. شكرا كثير لك. صباحكم. شكرا لك أستاذ، يعطيك ألف عافية.